بلعبه وبدون أنصاره، أهلي برج بوعريريج تناسى مشكل العقوبة وركز على الأهم في مواجهته للضيف مولودية وهران بملعب مقرة، محققا فوزا معنويا ارتقى به إلى الصف الحادي عشر ب18 نقطة. مباراة لم نشاهد فيها الكثير من حيث الأداء، ورغم ذلك اهتزت فيها الشباك بداية بهدف أصحاب الضيافة في الدقيقة 15 من كرة ثابتة نفذها زياد من بعد 30 متر سكنت شباك الحارس معزوزي. هدف حرر وحفز الأهلي للضغط أكثر على الدفاع الحمراوة الذين اقتنصوا فرصة تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المرحلة الأولى بهجمة منظمة وعمل ثنائي بدأه حليمية وأنهاه شبان الذي سدد وسجل هدف التعادل لينتهي الشوط الأول لا غالب ولا مغلوب. المباراة بعثت من جديد في الشوط الثاني الذي كانت بدايته غير مقنعة سوى محاولات هجومية لم ترقى إلى درجة الخطورة اللازمة للتسجيل، على غرار كرة زياد الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 من كرة ثابتة أيضا تصدى لها الحارس معزوزي، لتكون بعدها الدقيقة 76 منعرج اللقاء بإعلان صافرة الحكم بوكواسا ضربة جزاء للأهلي على إثر لمس الكريات أحد مدافعي المولودية داخل منطقة 18 متر، وزرارة ينجح في تنفيذها موقعا الهدف الثاني. هدف أحبط معنويات أشبال المدرب العطوي الذين تلقوا هدفا ثالثا في الدقيقة 86 بعد هجمة معاكسة، وعثمان وحرواش يتلاعبان بالحارس معزوزي موقعا بعدها حرواش الهدف الثالث ومؤكدا فوز الأهلي الذي نجح في الامتحان والاستعداد لما هو قادم من بقية المنافسة.